لا تقلق، العالم الغربي بينهب ثرواتنا وبيأسنا أنه في مجاعة عالمية، في نقص مواد غذائية، سوف يكون هناك اضطرابات الآن بالأخبار من أجل غلاء الأسعار. الله موجود، أنا أدعوكم للكسب وللأخذ بالأسباب، لكن لا تسمح لإنسان بعيد عن الله أن يوقعك في اليأس، لك عنده حق. والله مرة دخل لبيتي إنسان وقال كلمة والله أعرفها وأرددها مئات المرات لكنني بكيت منها، قدمت له قطعة جاتو، أخذ لقمة أولى منها ووضعها في فمه وقال سبحان من قسم لنا هذا ولا ينسى من فضله أحدا، ما بينساك. وأنت أيتها الفتاة المؤمنة المحجبة الطاهرة لا ينساك الله. إياك أن تتوهمي أن التفلت أحد أسباب زواجه، أبدا، تزوجي مع التفلت بس بيجي زوج يريك النجوم ظهرا، أما الحجاب والاستقامة والعمل الصالح وأن تتعرفي إلى الله، الله عز وجل يقول ولمن خاف مقام ربه جنتان، جنة في الدنيا وجنة في الآخرة رغم أنف التهديدات بالحصار وبالحرب وبالضغط، هي كلها تهديدات، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أقول هذا الكلام أنه في الآن حالة إحباط عند المسلمين، العالم كله يهاجمهم، العالم كله يهددهم، يعني